بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم الاجتماعي الأسري التربوي، برنامج الفكرة المفقودة الذي يأتيكم من هذه القناة الطيبة المباركة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. إذن لازلنا نواصل مشاهدينا الكرام في سلسلة عملية البناء، فبعدما تحدثنا عن البناء العلمي ثم العقلي، اليوم بإذن الله سنتحدث عن التربية الأخلاقية. فلا علم دون أخلاق، ولا حياة ولا مجتمع يرقى دون أخلاق. فما أهمية الأخلاق في حياة الفرد والمجتمع، وكيف وما مصادرها، وكيف نظر إليها الشرع من القرآن والسنة؟ سنشرح الواقع بإذن الله في هذه الأمسية الطيبة، وسنتوقف عند أبرز المشكلات الأخلاقية التي تواجه الأسرة والمجتمع والمدرسة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية. هذا كله في موضوعنا لهذه الأمسية عن التربية الأخلاقية. تحية عطرة طيبة مباركة مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم الأسري الاجتماعي، برنامج الفكرة المفقودة الذي يأتيكم من هذه القناة الطيبة المباركة. أسعد أيما سعادة أن أكون معكم على مدار ساعة من الزمن، ونحن نناقش موضوعا حساسا في غاية الأهمية عن البناء الأخلاقي. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أرحب بالأساتذة الأفاضل الذين يحضرون معنا هذه الأمسية. الأستاذ أحمد رباح مستشار أسري، يا مرحبا. حياكم الله أستاذة ذهبية، أرحب بك وبالأستاذات الفضليات، ونسأل الله تعالى أن نطل على جمهورنا الكريم أو في الفكرة المفقودة وهم على خير حال إن شاء الله، حاملين لهم يعني من الأفكار ما يعينهم في هذه العملية التربوية وأداء هذا الواجب الذي أناطه الله تعالى بهم. إذا شكرا، بارك الله فيك أستاذ رباح. أرحب بالأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء حرابية، مرحبا أستاذة. أهلا بك ذهبية، تحية مسائية عطرة مباركة، أسعد الله أوقاتكم وجعلها إن شاء الله عامرة بالخير. ها نحن نواصل البناء ونواصل في هذه العملية التربوية، كما دائما أستاذ أحمد يقول على طبق من ذهب، إن شاء الله اليوم ونحن نتكلم في هذا الطبق الذهبي الخاص عن التربية الأخلاقية، الله المستعان إن شاء الله. هذا الموضوع موضوع مهم وجدي أيضا. فعلا. كما أرحب أيضا بالدكتورة شهرزاد عزوزة، مختصة في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسري، يا مرحبا أستاذة. يا مرحبا بك الذهبية، تحية طيبة لك، تحية طيبة أيضا للأستاذين الكريمين، أيضا للسادة المشاهدين. والحقيقة حلقات اليوم هي نتيجة أيضا للحلقات السابقة لوجود تواصل، سلسلة متواصلة. نعم. مهمة جدا الربط ما بينها. استهللنا بالتربية العلمية ثم العقلية، ثم العقلية، ثم نأتي للنتاج الأخلاقية بعد ذلك وهي الأخلاقية إن شاء الله. ولعلنا إذا أردنا اختصار التربية، يعني يقول الناس متربي يعني صاحب أخلاق. صح. نعم، هي الزبدة، هي الخلاصة. نعم. شكرا، بارك الله فيك. إذن كما تعودنا مشاهدينا الكرام في كل أمسية من أمسيات هذه البرنامج، برنامج الفكرة المفقودة، أن نستهل البرنامج بخير الكلام من الكتاب والسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. أخرجه الترمذي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية الطيبة المباركة، ونحن نناقش موضوعا في غاية الأهمية عن البناء الأخلاقي، والبداية مع الأستاذة عزوزة. حينما نقول الإسلام نقول الأخلاق، وليس هناك أكبر في ميزان العبد يوم القيامة من وأثقل في وهو هذا الخلق الأخلاق كما نص عليها ديننا الإسلامي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ويقول: إنما بعثتم لأتمم مكارم الأخلاق وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة محاسنكم أخلاقا. صحيح. ماذا هذه العناية الكبيرة أستاذة على ضوء الكتاب والسنة والاهتمام بالأخلاق؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. في الحقيقة، ربطا بين ما أخذناه سابقا وما أخذناه في هذه ما نأخذه بإذن الله في هذه الحلقة، هي أن هناك شيء متعلق بالعقيدة. العقيدة إذا بنيت بناء سليما فإنها تنتج لنا الأخلاق التي نريدها في الحقيقة. لذلك قلنا بناء يقود إلى بناء، فالقواعد الإيمانية أساسها فكرية علمية منطقية، كلما اعتنينا بها كلما جاءت النتائج التي نريدها في سلوكاتنا. لذلك نحن عندما نرى الأخلاق أو النقائص السلوكية في علاقاتنا وفي أولادنا، فمعنى ذلك أن هناك غبش معين حادث في مسألة هذا البناء. ذلك لو ننظر إلى الآيات التي بين أيدينا، ونحن دائما نحصر أنفسنا في هذه الآيات، فنقول الآيات الأولى ادفع بالتي هي أحسن، هي تتحدث في الحقيقة عن كيفية صناعة المشاعر النبيلة لأولادنا، وربما أتحدث عن هذا في حلقة قادمة، وهو من أهم ما ما يجب أن نركز عليه في تربيتنا الأخلاقية. الآية الثانية تحيلنا إلى شيء آخر، إلى دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، دعاءه لأهل الحرم، ذريته بطبيعة الحال، أن يبعث الله فيهم سبحانه وتعالى رسولا. ودعاءه هذا في الحقيقة وافق قدر الله سبحانه وتعالى السابق، حين عين أو تعين النبي صلى الله عليه وسلم هو من يرسل. إذن المسؤوليات المنوطة بهذا النبي من خلال هذه الآية تظهر لك قيمة هذه الأخلاق. فيقول: يتلو عليهم آيات، بمعنى يقرأ عليهم الآيات، ثم يعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، قال: والحكمة التي هي السنة، وقيل كل فهم في الدين، وقيل فهم القرآن. ولا تعارض في الحقيقة، السنة ما هي إلا فهم في الدين وفهم للقرآن الكريم. قال بعد ذلك: ويزكيهم. التزكية هي تعديل، أو هي التعديل بمعنى يزكي أخلاقهم، على أن تكون في أرقى المعاني. ثم بعد ذلك أيضا في نفس الوقت يخليهم من ماذا؟ من الأخلاق السيئة. نعم، التخلية من هذه الأخلاق السيئة. وعلى كل هو منهج النبي في التربية منهج قويم، التخلية والتحلية. فقلت إذن هذا من أهم الأعمال عندما تصبح عملية التربية السلوك، عفوا تربية الأخلاقية، أو نقول تعديل السلوك وتزكية النفس وغيره عليه وسلم، تعرف حجم الأخلاق أو قيمة الأخلاق في ديننا. ذلك النبي حصر وظيفته أو بعثته، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أن كانت هناك أخلاق وأتيت لأتمم. فلذلك نحن عندما نتكلم
أنا دائما أقول هذا الكلام. نعم. الإنسان يكون معتدل في عبادته، يصلي صلاته، يصوم يعني شهره، لا يزيد عن ذلك كله، لكن أخلاقه طيبة، فهو أرفع مكان عند الله الجانب تبارك وتعالى. المعاملات. نعم. نعم. أنت تجد بعض الناس يعني ما شاء الله عليها، سباقة في الصلاة، سباقة في كذا، لكن غليظة في التعامل. صح. يعني سيئة الطباع. فهذا عند الله سبحانه وتعالى كما ربما لاحظنا هذا أو قلنا هذا في حلقات الماضية، الله سبحانه وتعالى لا يستويان، لأن ميزان الخلق هو أعلى بكثير رأينا من ميزان كثرة العبادات وغير ذلك. فلذلك نقول بأن هذه الأخلاق لها يعني مكانة عظيمة جدا في ديننا، ونرى هذا من خلال حديثي. وللأسف عفوا استسمح، هناك من يفصل بين الجانب التعبدي والجانب الأخلاقي. نعم. للأسف ما يحدث في واقعنا اليوم. لابد أن نقول بأن الهدف أو المقصد من العبادات التعبد لله سبحانه وتعالى، وهناك غايات أخرى ومقاصد أخرى، وهي تعديل السلوكات. رأيتي، وإن كان هذا موضوع يحتاج إلى حلقة وحده. فقلت إذن لو نرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نراه أيضا يتحدث عن هذه الأخلاق، وقلنا أحاديث كثيرة في الحقيقة، اخترنا هذا على أساس ماذا؟ أنه متعلق بالأولياء، بالآباء، ماذا يجب عليهم أن يفعلوا مع أولادهم. فلذلك النبي يقول أفضل شيء يهديه الولد أو الوالد لابنه هو ما نحل والد. نعم، من نحل، والنحلة هي العطية في قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، بمعنى عطية هدية. إذن أفضل ما يهديه الأب لابنه هو ماذا؟ هو هذا الأدب القويم. نعم. كما جاء أخلاق. أو قال أفضل من أن يتصدق بصاع، وربما الصاع هذا عبارة عن ماذا؟ صدقة منقطعة. لكن تربية الولد على الخصال الطيبة والآداب الحميدة، فإنها ماذا؟ أفعاله بعد ذلك ستكون صدقة جارية، كما يقول الإمام المناوي. نعم. كلامه جميل جدا في استقامة، بمعنى النبي عندما يحن إلى يعني توصيل أعمالنا الدنيوية بالآخرة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأنت عندما تربي هذا الولد تربية حسنة، فإن أفعاله بعد ذلك ستكون أشبه بالصدقة الجارية. نعم. التي يبقى نفعها. فلذلك رغم أن هذا العمل مهم جدا، وأن هذا العمل من أوجب الواجبات الوالدين والأب على وجه الحدود الخصوص عفوا، فإنه ماذا؟ فإنه يعني يدخل ضمن صدقة من الصدقات التي يفعلها، وله أجر على ذلك، وفي هذا ترغيب لمسألة التربية. فقط نقطة ذهبية أضيفها، علماءنا أو بعض علماءنا أدخلوا حديث يعني أفضل ما يهدى أو يهدي الوالد لولده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأدب الحسن، دخلوا في ماذا؟ إنكار الوالد على ولده، بمعنى التركيز على المنكرات. رأيتي كيف؟ فقد يعني نحن اليوم ربما أثير هذه النقطة لأنه وسعنا هذا المفهوم على أولادنا، مع أن الحلال هو الأوسع. فلذلك تجد هذا المقولة عند الأولاد كثيرة: حرموا علينا كل شيء. هذا الأمر لابد أن يتخصص بالنسبة للبيوت التي هي متشددة. نحن عشنا في زمن الحكم الشرعي الواحد التي ربما لا مناص لك منه، لكن الآن هناك اجتهادات وهناك فسحة كبيرة جدا في مسألة تعليم الولد الحرام. لابد أن نفصل له في عقله بين الكبائر الشديدة جدا وبين المحرمات وبين المكروهات. نحن جمعناها كلها لما يتشدد الوالدين حتى في المكروهات ويركزون على أشياء، ثم في بعض الأحيان بعض الآباء يقول للأولاد في طريقة لبس أو شيء أن هذا حرام، فالولد يرجع يسأل، خاصة اليوم يوتيوب يدخل يجد فيه يقول ما هذا، يعني يأتي بأشياء من عنده يحرم من عنده، فتسقط حتى مصداقية الأب أمام الأولاد. إذن نحن ماذا نقول؟ نقول في إنكارنا للمنكرات على أولادنا نحتاج لطرق، وهذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى أن نتعلم كيف نوصل له هذا. لذلك فكما ربما قلنا في حلقة ماضية، من أسوأ الطرق هي مسألة النقد هذا المباشر للأولاد. لا أبدا، لا يتعلمون منا. لابد أن نتعامل ونحن يعني عفوا نتعلم ونحن نتعامل مع أولادنا أن نطوي الملفات القديمة إذا حدثت أخطاء يعني فارتكب الولد أخطاء. ارتكاب الأخطاء لا نراه يعني بأنه شيء سيء بكل الأخطاء نتعلم. صحيح. نعم. وإنما العلم بعد الخطأ يكون ربما يعني له قدم صدق عند الولد. فلذلك لابد أن نتعامل معه في مسألة العملية التربوية، وعلى أيضا الأولياء أن يدركوا أن كل مرحلة عمرية
في حياة الإنسان لها خصائص. وقلنا الوقت مهم جدا بوركي. لأنه ما يعلم الآن لا يصلح أن يعلم فيما بعد، ضاع وقته وضاعت الفرصة. نعم، بوركتي أستاذة على كل هذه التوضيحات. أستاذة فاطمة، لاحظتي معي كيف هو نظرة الشرع للأخلاق، كيف هي نظرة علم النفس للتربية الأخلاقية؟ دولا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نتكلم عن الأخلاق، وأكيد كل أولياء الآن يشدون انتباههم إلى هذا الموضوع، لأنه هو هدف وغاية كل ولي، أن ولدي يكون متربي كما قال الأستاذ، متربي بمعنى أنه يتحلى بالأخلاق وبمكارم الأخلاق، وهي غاية وهدف كل ولي إن شاء الله. وربي قدرنا في زمن المغريات كما قالت الأستاذة، زمن المنكرات الكثير، يعني فيها يعني تحدي صعب، وهو جهاد واجتهاد لكل ولي إن شاء الله، فالله المستعان إن شاء الله. أكيد العلماء والدراسات وحتى الفلاسفة وغيرهم لما يتكلموا على الأخلاق فيقول لك الأخلاق هي الدين، يعني باختلاف الديانات وباختلاف كذا، فيشوفوا أن الأخلاق ترجع إلى مربوطة بالدين، وأكيد هي ترسيخ لقيم وترسيخ لمبادئ ومفاهيم إيمانية سوف تنعكس وتتجلى. لو كان نتكلموا من زاوية نفسية فنقول أن الأخلاق هي مجموعة من تلك الفضائل الوجدانية والسلوكية، السلوك الأخلاقي حتى في علم النفس وفي العلوم يتكلموا على السلوك الأخلاقي. هذا السلوك الأخلاقي الذي أكيد هو في ديننا، ومن ديننا أكيد على ضوء كتاب، على ضوء الكتاب وعلى ضوء السنة أكيد هو موجود. والمشكل ذهبية أننا الأولياء ربما يغفلون ويريدون أنه حابل ولدي يتربى أو يكون متخلق، فنبدأ نعطيه 1، 2، 3 لازم تكون كذا ولازم تكون كذا، فالابن ربما يستقبل هذا وأكيد كأنه يلقى السلطة يعود يرجع، يعني لا يتشبع بهذه الأخلاق. فإحنا إذا كنا نتكلم على البناء فنركز على نقاط أساسية. أولا نفهم بلي هذه المجموعة على الفضائل السلوكية وجدانية تعطينا وحنا في العملية البنائية نشدوا الأخلاق. الأخلاق مركزة على ركيزتين، عاطفية وعقلية ربطا بالحصة الماضية. كي نتكلموا على الجانب الركيزة العاطفية في الأخلاق نتكلموا على تهذيب النفس والروح، وحنا نتكلموا على بعض الأخلاق اللي مثلا التسامح، المحبة، الرحمة، هنا رانا نهذبوا في هذا النفس ورانا نهذبوا في هذا الروح. وإذا تكلمنا على ركيزة عقلية في البناء الأخلاقي راح نتكلم على المحاكمة العقلية والمنطق، نعلم ابني يتفاوض، نعلم ابني الرحمة، عفوا مثلا سلوك التعاون، التعاون وش هو حاجة عقلية، علاش نعاونه، كي نعاونه وش راح يصرى. فهذا البناء العاطفي العقلي للأخلاق يعطيني سلوك، وهذا السلوك يتجلى، وبعد هذا السلوك أنا بنيته عاطفيا، معناتها كاين أخلاق مبنية على ركيزة عاطفية وتهذب هذا النفس من الداخل، وكاين ركيزة عقلية لأنه أبنائنا أذكياء. فسبحان الله حتى في الأخلاق باش يكتسب ذلك الخلق فمن خلال يعني هناك صعوبة يجد هناك جهاد بين الأولياء في ترسيخ أي قيمة أخلاقية في وقتنا في زماننا اليوم. إلى تدرج العملية البنائية الأخلاقية تحتاج إلى تدرج، إلى تدريب. هذا ما ينبغي أن يدرك، ليس أنه نجلس حول هذه الطاولة ونبدأ ربما نعطي المواعظ، إنما هي أساليب متعددة ربما سنفصل فيها في هذه الحلقة، أساليب متعددة. رسالة للأولياء أن الأخلاق تبنى وتبنى بالمواقف اليومية. البعض يقول لك أنا نخاف على وليدي، نخاف يخالط فلانة ونخاف يخالط ولاد عمه ولا الجيران إلى غير ذلك، لكن أنا ربما هذه الحماية الزائدة نعطي نشبعه ونخليه من تلك المواقف اليومية أبني عليها، لأنه مهم جدا. وربما أهم أساس في بناء الأخلاق هي القدوة. إذا كان ربما سنفصل كلنا في هذا الجانب، إذا كان اللي راه يربي مش متربي صح، مش مشبع، فاقد الشيء لا يعطي، الابن راح يدخل في صراع. والأستاذ أعطت مثال، يعني الأبناء الآن أذكياء، الوالد يحرم والابن يروح للمصدر الشرعي، الوالد ينادي ويطالب بالشيء والولي. وهذا ما أشرت إليه في الكواليس عن النفاق الأخلاقي. مهم جدا نعم، أن الولي إذا أخطأ يعترف بخطئه أمام ابنه، صح. أنا غلطت يا وليد. إحنا الأولياء هذا عنده يقول لك أنا كيفاش أعترف، نعم لا يريد أن يعتذر ولا ثقافة الاعتذار لا نمتلكها. وأهم شيء في البناء الأخلاقي ربما في المراحل العمرية أبنائنا هي أن نعلمه الصواب من الخطأ، لأنه لما يعرف ابني الصواب من الخطأ يقدر هو يقول لك هو الذي يحدد. نعم هو الذي يحدد في العملية الأخلاقية، ربما حتى في كل الأخلاق، يعني ابني وشن هو الصواب وشن هو الخطأ. وإذا علمته من الصغر بتاعه وفهم العملية التربوية هذا وفهم وشن هو الصواب وشن هو الخطأ، أكيد كل الأخلاق سوف نقوم بإسقاطها على هذه النقطة. شكرا أستاذة فاطمة على هذه القراءة النفسية لموضوعنا عن التربية الأخلاقية. أكيد أستاذ أحمد رباح، الدكتور أحمد رباح، هناك الكثير من الأفكار المفقودة في هذا الموضوع عن التربية الأخلاقية،
وإذا ما نظرنا في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من التناقضات في هذا الباب، باب التربية الأخلاقية. لنبدأ بعرفنا مثلا، في المجتمع الجزائري يقال أنني بربي مربي من عند ربي، عادة هي مقولة شائعة في مجتمعنا. ما حقيقة هذا الأمر أستاذ رباح؟ هل الأخلاق تربية أم أرزاق؟ سؤال في غاية الأهمية حقيقة، لأن كثيرا من الناس يظن بأن الجهد على تصحيح الأخلاق بالنتيجة لن يثمر أي ثمرة، لأنه التربية أو الأخلاق منائح كما قال عليه الصلاة والسلام، هدايا الله سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان. وفعلا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن طبقات الناس، وأن من الناس من هو سريع الغضب سريع الرضا، سريع الغضب بطيء الرضا، بطيء الغضب سريع الرضا، بطيء الغضب بطيء الرضا. وما يزن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وقال في حديث آخر الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فأنا مهما عملت على معدن النحاس لا يمكن أن أحيله إلى ذهب، ومهما عملت على 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 إنسان نواته فاسدة لا يمكن أن أصنع منه يعني أبهة. فنحن نبتلى بأخلاقنا، نبتلى ب يعني ما قسم الله لنا منها. هنا أريد أن أحيل المشاهد الكريم إلى حلقة وقفنا عندها سابقا، ألا وهي حلقة الطباع. وقلنا بأن الطباع تكون عند ابن آدم من موروث جيني ومن نشأة تربوية. هذا الموروث الجيني يكون هو القاعدة، ثم النشأة التربوية تنمي بعض الجوانب، تهمش بعض الجوانب، تعالج بعض الجوانب لأصير إلى يعني بناء متكامل، يعني تهذيب. أيوة التهذيب، تمام. رعاية، عناية، تربية، هي التربية هي تعاهد الشيء حتى يبلغ تمامه بالتدريج. وكذلك هذه الأخلاق عندما يلد الوليد، عندما يكون طفلا صغيرا، تلمس الأم بأن فيه طباعا معينة، تلمس الأم بأن ابنها مثلا هادئ، داخل في ابنها نزق في الجينات. نعم أيوة في الجينات، في الجينات. أي نعم يشحن، نحن نقول أناني حب غير لي. أيوة أيوة نعم هذه الأخلاق، هذه حتى أن العطاء والكرم سبحان الله تجينا في الطفل هكذا بعطاء. أي نعم سبحان الله من أين أتى. لكن سبحان الله مع هذه المزايا الموجودة في الطفل، الله سبحانه وتعالى أعطانا المفاتيح وأعطاه الاستعداد للقابلية للتغيير، هذه العدالة. أيوة نعم نعم. وبالتالي لا يمكنني بحال أن أستند إلى تلك المنائح أو العطايا التي الله سبحانه وتعالى زوده بها بداية يعني من منذ ولادته وأقول خلاص هذه أخلاقه حتى النهاية. لا لا لا، هو الآن في مرحلة يمكنني أن أعدل، أن أطور، أن أنمي، أن أثمر وأن أعطل. كما تفضلت ممكن أن يظهر عندي مثلا أن الابن عنده نوع من الأنانية، هنا إذن أنا مطلوب مني أن أركز على هذه القضية عند طفلي. ربما عنده شيء من الانطوائية، ربما عنده شيء من العدوانية، ربما عنده شيء من الغيرة المرضية على سبيل المثال. هذه كلها معي مفاتيحها كمربي، لكن لا يمكنني أن أربي أخلاق طفلي من دون علم. صح، لا يمكنني أن أربي أخلاق الطفل من دون علم. والقضية التي نركز عليها كثيرا بأن هرم التربية قاعدته العلاقة، العلاقة بين المربي والمتربي هي القاعدة التي نبني عليها الهرم التربوي. الجسم الأكبر من الهرم التربوي هو التربية غير المباشرة، أن ألفت نظره، أن أسرد له قصة، أن أسرد له حكمة، أن أضعه في موقف، أن يجرب ويصل إلى نتيجة فعليها يحكم، هذا الجسم الأكبر من الهرم التربوي. ثم في زاوية الهرم التربوي في أعلى هناك شيء يسمى التوجيه المباشر. وبالتالي أنا علاقتي مع طفلي هي الأصل في بناء كل شيء في طفلي. إذا أردت منه أخلاقا إذن هناك قاعدة مشتركة عريضة بيني وبينه في الأخلاق. يفترض هنا أن أكون قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم مثال حي وصارخ صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقول لنا الله سبحانه وتعالى هذا نبيكم، قبل أن يقول النبي يا جماعة هذا كتاب ربكم، قبل كل ذلك وضع الله له قاعدة أخلاقية تربطه بمجتمعه، فكان يدعى الصادق الأمين. أبو جهل قال إن محمدا لصادق، ما كذب محمد قط. هذه عبارة أبو جهل بعد إرسال النبي. سجية أبو سفيان أمام هرقل عظيم الروم يقول له
والله ما جربنا عليه كذبا. رجل صادق عظيم الروم يقول هرقل، يقول ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. لاحظ القاعدة الأخلاقية. الآن لما يأتي جعفر بن أبي طالب يقف أمام النجاشي يقول كنا وكذا وكذا حتى بعث الله لنا رجلا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه. لاحظ الركيزة الأخلاقية في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول السفراء. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأرضية القاعدة الأخلاقية حاز شهادة وإنك لعلى خلق عظيم، ليستأهل بذلك حمل رسالة اقرأ. لما النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذه الرسالة لمن بعده من الصحابة، لاحظ الخلفاء الراشدين مثلا لما يتواصلوا مع أمرائهم، لما يتواصلوا مع من يلي الأمور يعني في الأمصار، الكتب عندهم تغص بالأخلاق. لا تقتلوا طفلا، لا تحرقوا شجرا، لا تغلوا، لا تحقدوا، لا تقتلوا امرأة. لا، لاحظ الوصايا دائما تغص بالأخلاق. من أين أخذوها؟ من تلك الجذوة أو الركيزة النبوية التي انتقلت إليهم من خلال القدوة صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن الكريم حقيقة أعطانا هذه الجرعات المركزة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، انظري وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. انظري وصايا لقمان لابنه، كمية من الأخلاق. سورة الحجرات سماها بعض المفسرين سورة الأخلاق والآداب. صح، القرآن الكريم أعطانا. والله أنا لا أخفيك يعني أستاذة ذهبية، كنت سابقا لما أقرأ تقسيم الأصوليين والفقهاء للشريعة الإسلامية أقف عند الشجرة الإسلام. الإسلام يقولون عقيدة شريعة أخلاق، العقيدة إلهيات نبوات ما يتعلق بالله سبحانه وغيبيات، ثم الشريعة لنتحدث عن العبادات والمعاملات، ثم عندما أقف إلى الأخلاق أشعر بأن الشجرة غير متزنة. هنا أتحدث عن عقيدة، هنا أتحدث عن شريعة، ثم أتحدث هنا عن أخلاق، كأنها أشعر وكأنها غير متزنة. كأني تماما أنظر إلى شجرة لا تثمر، لا تثمر، وأرى هذه الشجرة بعظمتها وأقول يعني ما هذه الثمرة؟ هذه نتاج هذه العظمة، هي التي وهذه العظمة في العقيدة. والله من أيام مر معي صورة لقبر فتح بعد 30 سنة من دفن المتوفى، كومة من العظام. والله وقفت بيني وبين نفسي سؤال، كلنا عائل إلى هذا المآل، صائر إلى هذا المصير. الآن ما الذي يميزنا؟ ما فعلناه على السطح، على سطح الأرض. طيب ماذا أفعل على سطح الأرض؟ أنفع الناس، أفعل الخيرات، فعل الخير. لماذا؟ أنا في النتيجة صائر إلى بطنها، فلماذا أفعل الخير فوق؟ انظري عندما أرجع إلى البوصلة الإسلامية أرى كل البوصلة تتجه باتجاه نفع الآخر، التعامل مع الآخر على أساس من الأخلاق. يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها، هي في النار. جانب المعاملات، ما أحسنت التعامل مع جارتها. نعم، جانب المعاملات. ليس فقط الإنسان، دخلت امرأة النار في هرة حبستها. لاحظي سوء الخلق مع الحيوان. في المقابل غفر الله لبغي من بني إسرائيل بكلب سقطه. لاحظي قضية الأخلاق لا تتجزأ. التعامل مع الناس، خير الناس أنفعهم للناس. الأخلاق ميزان، خيركم خيركم لأهلي. يا رسول الله عمتي فلانة أذات زوجين أنت؟ أي نعم. انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك. الميزان الذي أزين عليه البشر المسلم المؤمن هو ميزان الأخلاق. أخلاق. فإن صلحت أخلاقه فأنا أقول بأن عقيدته لاحظي اليوم مثلا الشريعة التي حرمت السرقة، إذا تسرق تقطع يدك، إذا السرقة حرام. ما النتيجة لهذا التشريع؟ مجتمع أمين، خلق 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 اسمه الأمانة. ممنوع أن تقذف المحصنات، الغيبة محرمة، النميمة محرمة. ما النتيجة العملية؟ أن أحفظ فلانا في غيبته وأكف عنه لساني، فلا أؤذيه لا بالكلمة ولا بالفعل ولا حتى بالنظرة. هماز مشاء بنميم. لاحظي كل لا أريد أن أحمم، معظم التشريعات في ديننا متوجهة للتعامل مع البشر، متوجهة لحسن التعامل، حسن العلاقة مع البشر. هذه العلاقة لابد أن تكون مثمرة ونافعة، هي أعظم العبادات. ويوم القيامة، نعم يوم القيامة، خير الناس
أنفعهم للناس أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. لاحظي هذه اللغة التعاملية بيني وبين بني جلدتي من البشر هي التي تضمن لي السعادة في الدنيا، فهي صمام الأمان بكل تأكيد، وهي التي تضمن لي المنزلة في الآخرة. ودون هذه الأخلاق مهما كنت أتكلم وأتبجح بالروحانيات وأني ذا قلب صافي، الحقيقة النتيجة العملية هي الأخلاق التعاملية، الفضيلة التعاملية بيننا. ما لم يكن عندي تعامل لا يمكنني أن أتحدث هنا عن مسلم حق ولا عن مؤمن. أخي أحمد، فقط في هذه النقطة ما يؤسف ويؤلمنا فعلا هي أخلاقنا، هي من ديننا، هي أخلاقنا كعرب وكمسلمين، ولكن نشوف يعني أخلاق أصبحت تنسب إلى الأجانب، تنسب إلى الغرب، فنون الإتيكيت والتهذيب والمعاملات إلى غير ذلك أصبحت مصادر أجنبية. لا نقول علمي، سنتحدث بإذن الله عن هذه المفارقة في كيفية امتثال المجتمع الغربي لمثل هذه القيم، بينما نحن أمة الإسلام أولى أن نمتثل بهذه الأخلاق. حتى نقترب أكثر من هذا الموضوع دعونا نشاهد هذا الروبورتاج من إعداد الزميلة فايزة العارف، ولنا عودة بعد ذلك بإذن الله تعالى. من حيث المبدأ لازم نكونوا واقفين مع الأطفال تاوعنا، ندوهم المدارس، نعلمهم في الدين، خوف الإله أول حاجة، ما يخرجش المجتمع باسكو وقت هذا راهو واعر بزاف، ما نخلوهمش يخالطوا، ندوهم للرياضة، ممارسة الرياضة، باش نعلمهم أخلاق حسنة باش يخرجوا إن شاء الله جيل ناجح. نربيهم أولا نبداو لهم بالصلاة، ولما يجي من المدرسه نعلمه الاخلاق، نقول له كي تروح للمدرسه اولا واش تقول؟ قول السلام عليكم باش تدخل، وكي تجي تدخل عن الام تاعك والاب تاعك تقول السلام عليكم. تربية الطفل تربية سليمة واعية قائمة على أساس البناء الإيماني، فكلما كان الأساس متينا كان بناء الأخلاق قويا ومتماسكا. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للطفل الصغير: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من خلال هذا الحديث النبوي الشريف نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينمي الجانب العقدي لدى الطفل، بمعنى أن هذا الطفل لابد عليه أن يستشعر بداية رقابة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا ما نشأ هذا الابن على هذه التربية الإيمانية، وهي أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يطلع على سلوكاته وعلى تصرفاته، فلا شك أنه سينشأ تنشئة صالحة حينما يرتبط إيمانيا بالله تبارك وتعالى. احنا رانا هنايا نعلم الأطفال على تربية في الأخلاق ونتبعوهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة نعلم لهم التربية والاحترام الغير، ونعلم لهم كذلك حفظ القرآن، ونعلم لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نكون في الشارع كذلك لابد علينا أن نحسن المعاملة مع الناس، فعلينا أن نحترم الكبار أولا، لابد علينا أن نسلم عليهم، إذا وجدنا إنسانا كبيرا فإننا نسلم عليه فنقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلينا ألا نتصرف التصرفات السيئة في الشارع كذلك. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عني بتنشئة الطفل تنشئة صحيحة، قيم أخلاقية، طرق وأساليب يعتمدها الأباء، المدرسة والمسجد، من أجل تنمية الجانب الأخلاقي للطفل. المحضن التربوي الأول بالنسبة للطفل والمتمثل في الأسرة، فينبغي أن تكون الأسرة على قدر من الأخلاق وعلى قدر من الآداب حتى ينشأ هذا الابن تنشئة صالحة داخل الأسرة، ثم بعد ذلك يخرج هذا الابن من الأسرة إلى المدرسة وإلى المسجد، وفي المدرسة يتلقى العلم، ولكن مع ذلك العلم يتلقى كذلك الآداب والأخلاق التي تجعل منه عنصرا فاعلا في المجتمع وعنصرا إيجابيا في المجتمع. ولذلك قال القائل: لا تحسبن أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فثمرة هذا العلم هو الأخلاق. كذلك من أهم الوسائل التربوية هو ربط الابن بالمسجد وبالصلوات. لا يكفي
كذلك أن يقول الأب لابنه عليك بالصلاة وهو تارك للصلاة، كما ذكرنا إن الأب هو مصدر القدوة، فعليه أولا أن يصلي هو حتى يلاحظه الأبناء بعد ذلك فيتعودون على الصلاة. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ثم ربطه بعد ذلك بالمسجد لأن المسجد يتعلم فيه الابن أولا صلته بالله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فحسن الخلق أحد مراكب الحياة. مشكورة الزميلة الصحفية فايزة العارف على هذا الروبورتاج، ومشكورة أيضا الأستاذ فؤاد برادعي على كل ما تفضل به من أساليب تربوية تعين الأسرة والمدرسة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية في ترسيخ الأخلاق في نفوس أبنائنا. لكن للأسف أستاذة عزوزة، أكيد هناك أساليب تربوية متعددة تعمل على ترسيخ هذه الأخلاق، لكن هناك تناقضات تحدث في المجتمع. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي. إيه نعم، المساجد تخرج لنا الكثير من الحفظة من كتاب الله تعالى، ولكن في مسألة السلوك لا نريد أن نعمم، ولكن إذا ما انطلقنا من الواقع الاجتماعي المعاش نجد أننا تخلينا عن الكثير من الأخلاق، بدءا من الأدب، احترام وغيرها من منظومة القيم الأخلاقية التي نص بها ديننا الحنيف. طيب، ما هي الأفكار المفقودة في هذا الموضوع؟ مفقود الكثير جدا. نحن ما زلنا نعيش والمصيبة الفجوة الموجودة بين النظر والتطبيق كبيرة جدا، وهي الآن تتوسع بالنسبة لأولادنا بأنه ماذا؟ تناقضات داخل المجتمع. هو يعلم أن الصدق هو المفروض يكون وهو الجيد، لكن الذي يمشي بين الناس هو الكذب. رأيت كيف؟ تناقض رهيب جدا. ربما السبب المهم ها هنا الذي ربما أثيره أنا هي مسألة وسائط التواصل الاجتماعي أو العولمة ككل. العولمة اليوم لابد أن ننتبه للشيء، هي تسوق للأخلاق من نوع آخر، أخلاق ما يعرف بأخلاق الصفقة، بمعنى ماذا؟ تظهر لك المحاسن ولا تظهر العيوب. العيوب نعم. أيضا تضع الناس في حلول وسط، معناه لا يوجد حل بين الصدق والكذب، منفصلين تماما، لا توجد مساحة وسط. أيضا ماذا؟ تعطي لك بعد ذلك الغاية تبرر الوسيلة، المهم الغاية أن تكون شيء كبير جدا عظيم جدا، لا يهم بعد ذلك الوسيلة أن يكون فيها التحايل، أن يكون فيها غش. هي تسوق أخلاق من نوع آخر تماما، فلذلك يقع الأولاد في يعني هذا التناقض. أنا لا أنسى أبدا مرة كنت أتحدث عن قيمة الصدق، فيقول لي يعني طالب يقول لي لكن أستاذ الماشي هكذا هي الكذب، يقول لي وهو الحل والناس كلهم هكذا للأسف. كيف نحن نصدق بينهم نضيع، يقول لي بهذا الشكل، رأيتي كيف؟ فأقول أنا هل لما تعم البلوى بشيء معين يلمعه؟ هل لأن الناس تكذب كثيرا ولأن الأطفال يكذبون والكبار يكذبون وغير ذلك، معنى ذلك أن الكذب جيد؟ أبدا، لا يلمعه شيء، فهو من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد فيه لا ألوان ولا حالة وسط بينه وبين الصدق. الصدق هذه هي من القيم، وهذه القيم الأخلاقية هي من جواهر ديننا، مساحة عظيمة جدا في القرآن، أوسع من التكاليف الشرعية كلها. إذا كانت الشريعة يعني أحكامها 6% من آيات القرآن الكريم، فالمساحة الأعظم بعد ذلك للأخلاق، لذلك لا توجد مساحة. لذلك أهم ما لابد أن نركز عليه من الأولويات أراه والله أعلم أنه ماذا؟ تعليم الأولاد الثبات على المبدأ في المنشط والمكره، بمعنى يثبت على هذه الأخلاق التي هي من أمهات ديننا، هي من ثوابت، لا يتغير من زمن النبي إلى زمن، لا ثابتة هي نفسها. طيب، فحين ذلك لابد أن يعلم الأولاد على الثبات عليها، وأن خسرانها هو خسران للذات، وأن المكاسب ككل. نعم، المكاسب التي يتحدثون عنها أن الكذب ينجي في مواقف ويعين والناس تحتاج إلى هذا وغير ذلك، هذه عبارة عن مقاصد. بالنسبة نفهم أولادنا هذا أن هذه عبارة عن مكاسب ذات مدى قصير لكن خسران على المدى البعيد. نعم. مثلما عندما تثبت أنت على الصدق فإنك ماذا؟ فإنك تربح على المدى البعيد، رأيت كيف؟ وتخسر ربما على المدى
القريب. صح. لذلك هنا الوصية تتجه إلى من؟ إلى الأباء. هذا الأمر الأم ربما قد تعين وتعزز، ولكن الذي يعني يكون له عمل فعال حقيقة هو الأب. فكلما يكون الأب من الذين يثبتون على المبدأ، كلما يؤثر ويعزز صلابة شخصية الولد فيما بعد. فلما يخرج إلى الواقع المعاش ويرى هذه التناقضات يكون هو ثابت، علما أن الأسرة هي المحضن الأول الذي يتلقى فيه الطفل هذه منظومة القيم. وأنا أركز على النقطة وأقول هذا من أهم وأولويات الأب، لأن الأب إذا لم يركز هو على هذا الجانب الولد سيخرج يبقى عنده النظري في رأسه، التطبيقي شيء آخر. نعم، شكرا بركتي يا أستاذة شهرزاد. نبقى دائما في هذه التناقضات في عجال أستاذ رباح، كيف تفسر هذا الخلل؟ نحن لا نتكلم هكذا من فراغ، إنما من منطلق الواقع حقيقة هناك تجاوزات تحدث، في مشكلات أخلاقية ظهرت تطفو في السطح هكذا علنا. نعم. في أسواقنا، في مدارسنا، في مؤسستنا التربوية، وفي أيضا حتى في مساجدنا وغيرها من المؤسسات الأخرى، كيف تفسر هذا الخلل أستاذ؟ والله هي القضية منظومة متكاملة حقيقة. أي خلل فيها يعني له صدى على أبعاد أخرى. كما تفضلت الدكتورة لما تحدثت عن أخلاق اليوم مصنعة بطريقة مختلفة، هيكلها البنائي مختلف. اليوم نرى الأبطال في الأفلام والمسلسلات عنده قدرة أن يقدم لك البطل لص سارق وتتعاطفي معه، عنده قدرة المسلسل أن يقدم لك البطلة إنسانة غير شريفة، ولكن يعطيك الأسباب التي تجعلك تتعاطفين معها وتقدرين لها اقترافها للرذيلة. صح. هذه الأخلاق بطريقة غير مباشرة. نعم هذه الأخلاق لما نعبث بها بهذه الطريقة. هذه السياسة العالمية إعجابنا كدول الآن أو كعالم ثالث، كدول ضعيفة بالدول القوية، إعجابنا بثقافتهم الاستهلاكية، بمصلحيتهم الظاهرة، بسياستهم العافية. طيب كيف تفسر أستاذ مثلا، أعطيك مثال، ربما المجتمع الغربي أو المجتمع الياباني أصبح يمتثل هذه القيم الأخلاقية؟ لا غنى لهم، لأنه أستاذة لأنهم وجدوا حقيقة لأنهم وجدوا أن الأخلاق هي طريقهم نحو المصلحة. يعني هو بالنتيجة التزم الأخلاق. اليوم لما بعد أن حصلت في 2008 هذه النكسة الاقتصادية العالمية، ظهرت مدارس تدعو إلى الأخلاق، ويقول لك العمل أو المؤسسات التي تلتزم الأخلاق هي مؤسسات تغل من المال أكثر من المؤسسات التي لا أخلاق فيها. إذن الأخلاق، لاحظي، الأخلاق هي وسيلة إلى المصلحة، وسيلة إلى المنفعة. وهنا يظهر عندي التضاد. أنا لما أحاول أن أتشبه بهم في سوقي سألتزم الأخلاق ما أوصلتني إلى المصلحة، لما لا توصلني إلى المصلحة سأضع الأخلاق جانبا وأمضي باتجاه المصلحة. لذلك أنا أرى هذا التناقض اليوم. نعم. في السوق أرى التناقض، في المدرسة أرى التناقض. طيب في أين هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب؟ نرى الشيء ونأتي بغيره، عبادة منسية. نعم تحدثنا عنه في حلقتين. نعم. فريضة منسية. نعم. فريضة منسية، ولربما يعني الإنسان في لحظة ما يشعر بأنه غريب عندما نتحدث عن الصدق والأمانة والنصح في التعامل، يعني نصح بأننا وستحدث إن شاء الله. أستاذة فاطمة، نقطة أضيفها فقط. نعم. الأخ أحمد. نعم. لأنه أشار أنه الغريب، لأنه بعض الأولياء في لحظة ضعف سواء كان الأب أو الأم في لحظة ضعفها تقول لك أنا عقلة، أنا حقروني لأني طيبة، لأني متخلقة. صحيح. فتعلم أولادها لا كن شاطر، كن. نعم. قافز، كن. نعم. دير. الابن كذلك وبالتالي يشوف باباه في الخدمة محقور مظلوم، لأنه باباه ما يمشيش مع الرشوة، ما يديرش كذا. صح. باباه ما دار والو. نعم. أنا نحب ننتقم من المجتمع. نعم. بهذه الطريقة سلوك مغاير. نعم. فلحظة الضعف صعبة جدا، لهذا نسأل الله التبارك. آمين يا رب. وحتى نقترب أكثر من هذا الموضوع دعونا نشاهد القصة التي اختارتها لنا دكتورة شهرزاد. فاصلكم ونواصل. يروي لنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يلعب مع الصبيان وكان صبيا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له، وبقي النبي في مكان ينتظره، وحبس بذلك عن أمه التي كانت تنتظره.
لما قضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أمه فقالت له: ما حبسك عني؟ لما تأخرت عني؟ قال: حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت فيها. قالت له: وما هي؟ قال: هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه، قالت له: احفظ على رسول الله سره. فقال أنس بعد ذلك لثابت راوي الحديث: لو كنت يا ثابتا محدثا أحدا لحددتك به. مشكورة الأستاذة شهرزاد على هذه القصة، وأراك تتبسمين أستاذة فاطمة من هذه القصة التي نعم. وسيدنا أنس الاحتكاك بحبيبنا محمد عليه الصلاة تشبع بالأخلاق الكريمة، لأنه البيئة تلعب دور ذهبي. احنا تكلمنا قبل القصة عن الأم التي تضعف، عن الأولياء الآن اللي ضعفوا، يقول لك ربما الأخلاق يشوفوها ليست منجات، بما أن الصدقة منجات، فيقول لك الأخلاق للأسف في زماننا هذا، وحتى باحتكاكي مع الأبناء والمراهقين، يقول يا أستاذة كي تكوني متربية ولا وسط الشلة في المدرسة مثلا في الابتدائي ولا في المتوسط، فما بالك ثانوي؟ سامحوني على المصح، انت جايح فلازم يقول لي أستاذة ندير هكا وندير هكذا باش نبان كيفاش لأثبت ذاتي. هي الأخلاق في مكان أنها تعزز ثقتي في نفسي، حتى أن أشرتي قبل قليل مسألة النفاق الأخلاقي. نعم، يمتثي الخلق ولكن لا يأتي به. نعم، هذا ما هو حاصل في زماننا. نعم، هذا أهم ومهم جدا، أنه لما نبني الأخلاق عند أبنائنا نعلموهم من الأخلاق، ربما حكيناها في الكواليس، الحياء، الخلق، هذا أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. صح. وهنا بلغة علم النفس الرقابة الذاتية، رقابة الله عز وجل، أنه الرقابة معناتها أنت تراقب نفسك أولا، أنت مسؤول عن نفسك، والرقابة الإلهية أنه الله راه يراقبك. صح، أنا ما رانيش معاك ولا فلان ولا كل واحد تعطي له وجه، وهذا للأسف ذو الوجه حاصل. نعم، متأكد يا ابني أنه الله راه سيراقبك، إذا اليوم سترك في شيء يجي اليوم وسوف تفضح وسوف تكشف، وهذا طبعا يشوه صورتك. احنا مهم جدا أنه نبين أنه الإنسان القوي أو المؤمن القوي هو الخلوق. إحنا الآن أصبحت كل واحد فينا وأبناءنا يحب يكون قوي متميز في شلته، في العائلة، في الرفاق تاعه، فالمفاهيم القوة ولا الثقة ولا القيادة الآن أصبحت مشوهة للأسف. فلازم نرجع للأصل، أنه أخلاقك هي سلاحك، الأخلاق تاعك هي اللي تعطيك مكانة، هي حتى يقولوا يرحم لي رباك، ربما اللي رباك، فهنا يعني هذه ترجع الأصل. وفيما يخص بما أني رجعت اللي رباك، الإزدواجية في التربية، الأبناء الآن يعيشون ذلك الصراع النفسي. الأب والأم عندهمش ماهمش متفاهمين. حلينا نعانيه مع أبنائنا كيفاش ربي الأولياء، الأب يملأ بطريقة والأم أيضا تملأ بطريقة أخرى، ليس هناك تفاهم. ما فيش تفاهم، تكامل، ما فيش أهداف مشتركة، ليس هناك تكامل، أهداف أخلاقية مشتركة. صح، ما فيش خطة تربوية. والنقطة الثانية، كل واحد ربما ينتقي من الآخر، أنا نعلمه حاجة معليش خليه مشي دوكا مازال صغير مازال كذا، يعني بها انتقاما ربما من شريكه، فيحاول أنت منعته ما لنا نمد لها. حتى لم يكن يعني فاطمة الأبوين، حتى الأسرة الكبيرة تجد الأبوين يربيان شيء، وتجد الجدة تقول شيء، والجد يقول شيء، والعم يقول شيء، والخالة تقول شيء، وتختلط الأمور على الأمور على الأبوين، ولا يعرف الصح من الخطأ. إذا كانت هذه الأسرة الكبيرة أو الأسرة الصغيرة، فما بالكم بالشخص نفسه. لما يرى الابن والده يتحدث بشيء ويفعل شيء آخر، هو خارج البيت شيء وداخل البيت شيء آخر، هذا تدمير للانسجام الداخلي للولد. نعم، فالتخطيط ووضع أهداف تربوية والعمل عليها، يكون صدق عند الولي عند المربي، حتى ينعكس هذا عند الابن ويتقبله. مشكورين أساتذتي الأفاضل. وصلنا إلى ركن همسة، سنحاول بإذن الله أن نقدم هكذا رسائل نختم بها هذه الجلسة وهذا الموضوع في العدد الأول من التربية الأخلاقية. الأخلاق عصارة التربية وخلاصتها، وهي ثمرة الدين والتدين، تزرع بذورها باكرا في ابن آدم قبل سن السابعة، تغرس فيه تلك القيم بعد أن يؤهله الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الأخلاق الفطرية، ثم تنظم وتغذى وتثمر بخلق المربي تارة، وبالتنبيه لأخلاق المجتمع تارة أخرى. وكما نحتاج في الأخلاق إلى غرس، نحتاج كذلك إلى تنقية من الشوائب التي تلحق بها من هنا ومن هناك.
رباح. دكتور رباح، على كل هذه الرسائل التي تفضلت بها في هذا الباب، باب التربية الأخلاقية. سيدة عزوزة، ونحن على ختام هذه الحلقة، ربما التربية، نقول أن التربية لا تأتي هكذا، لها أصول، ولا تأتي بطريقة اعتباطية، لابد أن نخطط لها، لابد أن يكون الأولياء على قدر كبير من العلم كما أشار الأستاذ أحمد رباح، حتى تؤتي هذه التربية الأخلاقية ثمارها. طيب، فقط نقول هناك سنة من سنن الله تقول بأن الإنسان ابن بيئته، فلابد أن نفهم بأن هناك تأثير للبيئة بشكل كبير جدا. وأول بيئة الولد يتفتح فيها هي أسرته، بمعنى الوالدين، فمعنى ذلك أن المسؤولية كبيرة جدا لهذين أو للأبوين. فأقول أهم ما نركز عليه، هناك قالت فاطمة قبل قليل، هي مسألة تحديد أول الهدف من التربية. صح. لماذا أنا أربي ابني؟ من أجل أن يخرج ماذا؟ أنظر، الذين ركزوا على التربية كثيرا ركزوا على الجانب العلمي عند الأولاد، قد يخرج هذا الابن ما شاء الله عليه، يعني لا أدري ماذا، لكن لا توجد عنده الأخلاق. صح. التي هي أصل بنائها هو الإسلام، هو الدين. لأنه الخلق الطيب أو غير الطيب صحيح ترجع أيضا لتحديد العقل فيه، ولكن أيضا هذه المصالح الذي يحددها هو الله سبحانه وتعالى، يقول لنا هذا صحيح وهذا غير صحيح. ثم الشيء الثاني الذي نوصي به أيضا هو أن نتقبل أولادنا كما هم، لا نحملهم فوق طاقتهم. رأيتي، ربما الأب لم يحقق مشاريع في حياته، يلزم ابنه أن يحقق هذه المشاريع. أنت مشروع إذا شئت أن تسمي نفسك، ابنك شيء آخر. فلذلك نتقبلهم كما هم، وعندما نتقبلهم كما هم نحتاج إلى أن نتعلم بعض فنون التربية، لأن نربي أولادنا ليس بالطريقة التي ربينا، هم يربون لزمن غير زمن. رأيتي كيف؟ فحين ذلك نحتاج إلى أن نتعلم، حتى أولا نطمئن أنفسنا، لأن بعض الناس تقلق أن أولادها خرجت من بعض السلوكات وهي طبيعية في عمر معين، ويمكن تعديلها ويمكن تحسينها، فيطمئنوا أنفسهم حتى لا نعيش قلق. فالتربية أصبحت قلق بالنسبة لنا جميعا. التربية تحتاج إلى الصبر في الأخير، وسنحاول بإذن الله أن نقدم فنونا ووسائل عملية في العدد المقبل بإذن الله تعالى، حتى تعين ربما الأولياء. فقط ختام، أن الأخلاق هي قوة ليست ضعف، أن الإنسان المتربي المتخلق هو إنسان قوي مؤمن قوي وليس ضعيفا. صح. بوركتي أستاذة فاطمة على هذه الإشارة التي أشرت إليها في آخر هذه الحلقة. الشكر موصول لكم أساتذتي الأفاضل على كل ما تفضلتم به. سنواصل بحول الله تعالى في ذات الموضوع لنقدم آليات عملية وقائية أيضا، من أجل أن نوصل هذه القيم الأخلاقية لأبنائنا. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.